ما معنى قول المؤلف السانح ما ولاك ما يامنه والبارح ما ولاك ما ياسره؟ يعني الطير، إذا الطير مر عن يسارك أو مر عن يمينك هذا السانح والبارح، إن مر عن يمينك فهو البارح وإن مر عن يسارك فهو السارح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا البارح والسارح والنطيح، إن كان مر أمامك فهو النطيح. نعم.